أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استعمال الشعائر الدينية في كسب المال أدت عند البعض إلى نسيان الصلاة والصوم ونسيان الفقراء والتصدق عليهم وما إلى غير ذلك وقال الصدر في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي إن استعمال الشعائر الدينية في كسب المال وتعدي على أراضي الآخرين ورزقهم وتعطيل الدوائر الحكومية الضرورية كالمستشفيات والمراكز الأمنية وغيرها تعد آفة أخرى في المجتمع